لما بتكون جزء من عيلة بتبقى رسالتك في الدنيا ان انت تخلي بقية العيلة دي ما يشوفوش ولا يوم صعب. بتكتشف ان مفيش اي حاجة صعبة على الحب، بيحقق المستحيل. وفي زحمة الدنيا ما بيبقاش في وقت ان انا اقعد مع ابني اقول له انا بحبك، او ابني يقعد معايا ويعبر عن مشاعره. لما ربنا بيرزقك هدية ابن او بنت بتبقى انت عايز تتحول بالنسبة له للفانوس السحري، عايز تعمل له اي حاجة هو نفسه فيها، عايز تشوفه على الاقل مبتسم، عايز تحول حياته لحكاية جميلة. والنهاردة هنعرف مين هو بطل الحكاية. بشوف نفسي قبليه واشوف بعديه، بحس ان انا بقيت انسانة افضل بكتير قوي من الاول. ولادنا بيفرضوا نفسهم في المكان اللي هم موجودين فيه. بتحسسني بالحنان اللي في الدنيا كله لما بتترمي في حضني كده، ولا لما بكون تعبانة وتحط ايديها على دماغي كده. حنية ياسين، طيبة ياسين، كل حاجة فيه شاوته. انا ابقى متضايق هو لي يلعبني. انا اول مره على فكره اخرج فسحه زي دي في حياتي، يعني من ساعه السيسي ما مسك احلى حاجه عملها هي الاولاد دي. دول عملوا حاجه كويسه اللي هم بداوا يعملوا عمليه دمج. بحس دلوقتي ان هم بداوا يخشوا في نسيج، حتى نظره الناس بقت مختلفه. تحس ان ياسين دلوقتي نجم حقيقه. انا فخور بيه، عايز اشوفه ناجح، عايز اشوفه محبوب، عايز اشوفه ان هو يقدر يقول كلمه لا، يقدر يعترض، محدش يستغله. هو انسان كده ربنا جعل لي ورزقني بيه ان انا امشي اتباهى بيه. هي بتخطف اي حد، هي متحيزه لاي حد، يعني هي تحسها كده هي بتحتوي اي حد قدامها، وبيبقى هو اللي محتاج حضنها. يعني مش هي اللي بتلاقي عندنا الامان، احنا اللي بنلاقي عندها الامان. هو ما اسمهوش احتياجات خاصه، هو اسمه قدرات خاصه. انا ابني مميز وانا مميزه بيه، علشان هو عنده حاجات ولا عندك ولا عندي ولا عند اي حد. اي حد بيتعامل مع ملك تديله يعني طاقه ايجابيه عجيبه، سواء بكلامها او بافعالها او بنظرتها حتى. بطلب ربنا يمد في عمري اشوف ياسين ده حاجه كويسه يعتمد على نفسه فيها. الاطفال زي دي حتى لو اخت او حد مش هيهتم بيه زي الاب والام. هي دي بس مشكلتي، ممكن اموت اسيبه، هي دي مشكلة. كل أب وأم شفناهم وقفوا ورا أولادهم صنعوا منهم أبطال، أثبتوا لنا إن مع الحب مفيش مستحيل. وفي زحمة الدنيا لازم نكتب لبعض ونصارح بعض بالمشاعر اللي ما بتجيش فرصة عشان نظهرها. بتعلمنا نوع جديد من الحب، إنك إزاي تحب حد أكتر من نفسك وتديله كل حياتك لمجرد إنك تشوف ابتسامة على وشه وتشوفه ناجح. انا بحس ان اللي انتوا بتعملوه ملهم لينا جدا. انا لما ببص في عينيكم بحس ان انا لازم اكمل. فارجوكم استمروا، انه مفيش اصلا حاجه اسمها طفل نورمال، مش اسمها طفل عادي، هو كل طفل كنز. انا دايما يا احمد شايفاك بطل من غير اي حاجه، وكمان انا اتعلمت منك يا احمد حاجات عمري ما اي حد علمها لي. شكرا على كل لحظه حلوه ووقفكوا معايا، شكرا على الخير اللي اتعمل معايا. امنيه حبيبتي، بحبك قوي 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 من اول لما شلتك بايدي وراس قلبي، والله بحبك. انا بحب ماما قوي، بابا قوي. لما بتتفرج على حكايه حلوه وتشدك بتيجي في وقت بيبقى البطل انت خايف عليه، لكن لما البطل بيكمل وبيحاول وبيصدق ويقع ويقوم ويقع ويحاول تاني وينجح، بيتحول في النهايه لشخص ملهم انت محتاج زيه في حياتك. ده اللي انا اتعلمته من كل اب وام هنا في الثلاث ايام. طول ما هم مصدقين في اولادهم هيفضلوا هم الابطال في حكايتهم. أنا عايز أقول